بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة أخوتي الطالبات الذين يجتازون باك 2022، أقدم لكم تمرين فيما يخص الأعداد المركبة والتحويلات النقطية. إذن انتبهوا مليح. النص تاع التمرين: تي تحويل نقطي للمستوي حيث x فتحة يساوي 2x ناقص 3 على 2 و y فتحة يساوي 2y زائد 1 على 2. أكتب العبارة المركبة للتحويل t ثم استنتج طبيعته وعناصره المميزة. إذا نبدأ. عندك لي تكون إكس فتحة زد هي إكس زد إي إيكغيك، وزد فتحة هي إكس فتحة زد إي إيكغيك فتحة. وش عندنا هذاك؟ معادلة ترى إكس إن إكس 3 على 2 إجراك فتحة هي 2 إجراك زايد 1 على 2. لهنا نضربو في إي. واش مدلنا؟ إكس فتحة إن إكس ناقص 3 على 2 و إجراك إي جراك فتحة يساوي 2 إي جراك زيد إي على 2. نجمع هذا. وش مدلنا؟ إكس فتحة زيد إي جراك فتحة هي وش نهي؟ 2 مضربة في 1 إكس زيد إي جراك ناقص 3 على 2 زايد اي على 2. واش نلاحظوا؟ نلاحظوا ان هذا هي ايكغيك فتحه، ولا هنا هنا زاد فتحه، ولا هنا زاد. اذا شنو نكتبوا؟ نكتبوا زاد فتحه هي 2 زاد ناقص 3 على 2 زايد اي على 2. واش لاحظوا لهنا؟ واش تشوفوا لهنا؟ هي الفا، ولا هنا هي بيتا، لنعرف بلي التحويل مهما كان هو زاد يساوي الفا زاد زايد بيتا. هذه هي موجودة في الدرس. لهنا واش لاحظوا؟ لاحظوا بلي ألفا هي 2، معناه ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. إذن التحويل ألفا 2 هنا معناه أن التحويل هو تحاكي نسبته اثنين. لهنا نبحث عن مركز التحويل. نبحث عن
مركزا. تحويل مركز تحويل هذا يكون ثابت، إذن نعتبر زد أوميغا هو 2 زد أوميغا ناقص 3 على 2 زد إي على 2، أي زد أوميغا 1 ناقص 2 هو لا زد إي على 2، معنى زد أوميغا اللاحقة للمركز التحويل هي ناقص زد إي على 2 على ناقص 1، معناه ومنه أن الإحداثيات مركز التحاكي هو 3 على 2 فاصلة والترتيب ناقص 1 على 2، فيما يخص النسبة غير هي نسبة. انتهينا. لهنا نرجع لهذا ذاك، لماذا زد فتحة هو زد أوميغا؟ لأن هذا النقطة ثابتة، إذن التحويل تاعو يكون نفس النقطة، يسمى لهنا لهنا هنا زد فتحة أوميغا هي زد أوميغا لأن نقطة ثابتة. انتهينا والسلام.